en formation professionnelle, le comité fait des médecins pédopsychiatres. Il faut savoir le bien de chance. C'est très facile d'accès. Vous pouvez mettre sur Google Autisme Algérie. موقع الإلكتروني الخاص بالتوحد والذي سيتم إطلاقه رسميا اليوم من أجل تقديم خدمة لأكبر عدد من زوار الموقع سواء من عامة المجتمع أو الأشخاص المصابين بالتوحد أو المتدخلين مهنيين أو جمعيات المرافقين للمصابين بالتوحد. هذا الموقع هو اليوم اسم في متناول الجميع وخاصة أولياء تاع الأطفال هذو اللي مصابين بالتوحد لي يعني نرشدوهم اولا في بمعلومات حول المرض هذايا لان المعلومات هذه معلومات محيانه ومعيونات مؤكده من طرف الاخصائيين